الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سعدت كثيرا بلقاء معالي الشيخ الدكتور محمد التميمي في جامعة المدينة العالمية، وتشرفت وسعدت كثيرا بما عرض من رؤية ومنهجية في هذه الجامعة العالمية، ومما يجعل الإنسان يفتخر بمثل هذه المشاريع العصرية المواكبة للعالم وتحدياته. رحم الله الشيخ ناصر الدين الألباني كان مجددا للحديث. إننا يعني نعيش الآن لحظات وبدايات إن صح التعبير مجدد للتعليم الحديث، التعليم التقني الحديث الذي سينتشر بإذن الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وسائر الوسائط ويعني الخدمات الإلكترونية. فالشيخ محمد التميمي بإذن الله يعني سيحمل راية التجديد في العالم الإسلامي من حيث التعليم الحديث، فنسأل الله لنا وله التوفيق والسداد، وبإذن الله سنكون من الداعمين لهذه الجامعة، وأدعو الجميع لدعم مثل هذه المشاريع العالمية.